نعم، مثلما كان متوقع، يعني الناخب الوطني جمال بالماضي يسير نحو التشبيب المنتخب الوطني الذي هو بحاجة اليوم إلى ضخ دماء جديدة، لأنه حسابيا المنتخب مقبل على استحقاقات مهمة أبرزها كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 وكأس العالم الذي سيكون في 3 دول يعني مقبلة، أمريكا وكندا والمكسيك، وبالتالي اليوم الطموح ربما لديه نظرة على المدى البعيد، واليوم حسم أهم الصفقات بعدما تم تأكيد عوار أن يكون لاعبا للمنتخب الوطني، وبعد الجدل الكبير الذي أثير حول هذا اللاعب رسم وجوده ولو أنه لن يكون حاضرا في المعسكر التحضيري لمارس بسبب الإصابة التي طالته، إلى أنه أكيد سيكون في المعسكرات المقبلة. أسماء أخرى على خلال حجام، بعناني، شعيبي، يعني أسماء متوسط معدل متوسط عمرها صغير جدا، وبالتالي أنه هذه هي نظرة الناخب من أجل الاعتماد عليها وأن تكون خير خلف للأسماء الكبيرة على غرار إسلام سليمان الذي يبدع لحد الآن، لكن معدل سنه كبير جدا، ممكن قد لا يكون، إذا تحدثنا عن معدل العمر بعض الأسماء لن تكون موجودة في كأس العالم في حال التأهل إن شاء الله، وبالتالي هذه الأسماء الجديدة هي التي سيحاول، وكان دائما جمال بالماضي يتحدث عن التشبيب بالتدرج، بمعنى أنه في كل مرة يأتي أسماء جديدة دون أن يكون تغيير كلي، وهو من أجل الاحتكاك والاستفادة من الخبرة، وبعدها يكون شيئا فشيئا نرى منتخب إن شاء الله يكون قادر على الذهاب إن شاء الله والبداية إن شاء الله من ضمان التأهل الرسمي إلى كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. شفنا زميلي حسين أنه اليوم الناخب الوطني إن صح التعبير ميركاتو تاريخي بالنسبة للخضر، بعد بلك 6 سنوات لم نلاحظ ولم نشهد قدوم أي لاعب مزدوج الجنسية للجزائر، اليوم بالماضي يرد بالميدان على من انتقدوه مطولا. نعم، تقريبا الميركاتو توقف يعني برحيل محمد الورو رئيس الاتحاد الجزائري الذي كان لديه دور كبير جدا في استخدام عناصر كبيرة على غرار عنتر يحيى، زياني، وبقرة المدرب، وأسماء كثيرة، ومن وقتها بدأ أسماء كثيرة على غرار رياض محرز ولعب الناصر وأسماء كثيرة أعطت الإضافة صراحة للمنتخب الوطني. اليوم في ظل ربما لا نقول البطولة يعني لحد الآن الدوري المحلي لم يبرز أسماء، نكون صراحة، خصوصا أسماء قوية جدا، اليوم ربما الناخب الوطني استقر على ضرورة تدعيم المنتخب الوطني، وهو الذي بين قوسين أخفق في الرهانات السابقة عدم التأهل لكأس العالم التي كانت صدمة بسيناريو كل يعرفه، وأيضا الخروج من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وبالتالي كان لابد من التشبيب وأيضا لرفع مستوى التنافس، لأنه تعرف أنه لما تأتي أسماء جديدة فالأسماء الركائز لابد أن تحسب 1000 حساب من أجل فرض مكانتها، ودائما كان يقول جمال بالماضي أنا بالنسبة للمنتخب ليس لدي ربما مفاضلة، وإنما الأفضل هو من يكون في التشكيل الأساسي. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.